السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم. اليوم ان شاء الله عندنا وصفة معسلة من المعسلات رمضانية. كيف كتشوفوا؟ لسان الطير. طريقة سهلة وبسيطة، كتجي شيشة ومقرمشة. تابعوا معايا الفيديو للآخر. بالنسبه للمقادير، عندنا نص كيلو تاع الطحين، عندنا معلقه تاع الزيت، معلقه تاع الزبده، عندنا بيضه، قرفه، ملحه، السكر معلقه، معلقه تاع الخميره الحلوه، حبه حلاوه والنافع مسحوقين مزيان، والماء. اذا كنخلطوا العناصر اللي عندنا كلها بالماء ونجمعوا العجينه، ندلكوها مزيان. خاص العجينه تكون واقفه، ما تكونش مرخوفه. نحطوها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح. في الحقيقة أنا مشى ليا المقطع اللي كنت كنخلط فيه، ولكن غنعاود لكم المقادير مرة أخرى. قلنا معلقة تاع الزيت، معلقة تاع الزبدة، بيضة، معلقة صغيرة تاع القرفة، قبيصة تاع الملح، معلقة تاع السكر، معلقة تاع الخميرة الحلوة، حبة حلاوة والنافع بطبيعة الحال الكمية اللي نتوما بغيتو، والماء اللي يجمع لينا هاد الخليط هاد المكونات كلها. كيف كتشوفون حطيتها دابا في الميكا، خليها ترتاح. ودابا بعد ما ارتاحت لينا العجينه، ندوزو باش نشكلوها. محتاجين جوج معالق تاع النشا وجوج ديال الدقيق والزيت اللي غادي ندهنوا به. اذا على بركه الله نبداو نشكلوا العجينه اللي عندنا. غادي نقطع منها قطع متساويه قدر الامكان، أن هاد الكمية خرجت ليا 20 قطعة. غادي نورقهم كل خمسة بوحدهم. من بعد ما شكلت العجين كله، كنغطيه ببلاستيكة ونخليه يرتاح. من بعد ما ارتاحوا الكوار ديالنا، كندوزو باش نبداو في التوراق ديالها. كنوضع الكوار كيف كتشوفوا في الخليط ديال الدقيق والنشا، اللي المفروض خاصو يكون كتير، يعني نكونوا سخيين في هاد النقطة هادي. ونبداو نورقو في الكوار، خاصهم يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم في السمك، ميكونوش رقاق بزاف. اولا باش ما يلصقوش مع بعضياتهم، وثانيا باش يبقى لهم واحد المجال باش فاش يتنفخوا. اذا كنكمل الشكل ديال الكويرات وكنطبقهم من بعد على بعضياتهم. كيف كتشوفوا غادي نوزعهم بخمسة، ندهنهم بالكمية ديال الزيت ونرش عليهم الدقيق والنشا، ونحط وحدة فوق وحدة. في هذه المرحلة انا حسيت ان هاد الورقات غادي يلصقوا ليا، فكيف كتشوفوا فكيتهم على بعضياتهم وزدت ضفت كمية اكثر ديال الدقيق والنشا. بهالطريقة غادي نضمن 100% انهم ما غاديش يلصقوا. غادي نرجعهم على بعضياتهم عاود من جديد، نورقهم واحد شي شويه على قدر المقله اللي عندي. كملت التوراق على حساب الحجم اللي انا محتاجه، ودابا غادي نبدا نحل هذوك الورقات على بعضياتهم. كيف كتشوفوا غادي نمشي ديما على حساب الجهه اللي غادي تحل ليا بسرعه. الى لقيت شي جهه لاصقه غادي نخليها ونبدا في جهه اخرى. الورقه حساسه، خاصني نتكيس عليها بالمهل حتى نحلها كامله. هذوك الحواشي خاصنا في ملي نكونوا نورقوا ما نورقوش عليهم بالمدلك، ما نبركوش عليهم بالمدلك بزاف باش ما يلصقوش لينا، وفي الحلان يتحلوا بسهوله. اذا غنكمل هاد الكميه كلها، نحل الورقات كيف كتشوفوا، ومن بعد ندوزو باش نطيبوهم.
دابا وضعت المقلة على النار تسخنت، ونقصت قل من المتوسط، يعني ما تكونش متوسطة، تكون قل من متوسطة. وغادي نبدا نشف في الورقات ديالي. كنحط الورقة الاولى وكنقلبها حتى نشوفها نشفت مزيان، من بعد كنزولها وكنوضعها في بلاطو ونغطيها بالبلاستيك باش تبقى رطبة. نعاود معكم ورقة اخرى كنوضعها على المقلة، ومن بعد نقلبها للجهة الاخرى، وما نحاولش نخليها تنشف بزاف باش ما تبقاش تقطع وتهرس. ونفس الشيء غادي نديرها حتى هي البلاستيك مع ملي سالينا الوريقات ديالنا كلهم ونشفناهم في المقلة، دابا غادي ندوزو باش نبرموهم. كناخد اول وحده وكندهنها بخليط ديال الدقيق والماء باش نلصق الحواشي كلهم، ونبدا نقطع. شوفوا كيفاش كتجي مفتوحه وغتفتح اكثر في الزيت. نقدر نبرم ورقه واحده، كما نقدر ندير جوج حسب الرغبه ديال كل واحده. من طبيعه الحال ملي نكونوا عندنا جوج ورقات خاصنا نعرفوا نلصقوا الورقات بجوج باش ما تفكش لينا في الزيت. ونقطع. الى لقيت شي طرف ما لاصقش نعاود ندير ليه الخليط ديال العجين ونلصقه مره اخرى. نكمل الكميه اللي عندي كلها، نبرمها ونعاود نقطعها ونقلب مره مره. نقلب الا تكون شي وحده ما لاصقاش، كون شي طرف بقى ما لاصقش. هنا كندير جوج الورقات وما كنزيرش بزاف، كنخلي ليها مجال فين تنفخ في الزيت. ملي كنساليو التقطاع ديال الحلوه ديالنا نقطعوا الكميه كلها، كندوزوا لاخر مرحله وهي مرحله القلي. كناخذوا المقله نشعلوا عليها البوطه ونخليوها حتى تسخن، ومن بعد نقصوا النار تكون اقل من المتوسط، ما تكونش مجهده، لان الطبقات اللي في الحلوه يمكن يبقاو خضرين في الحين غادي تكون تحرقت من على برا. فلهذا تكون العافيه مهيله باش تكون النار مناسبه للطياب. اذا كنوضع الكميه الاولى في المقله ونبقى مره مره نقلبها على الوجه الاخر حتى تبدا تحمر. من بعد كنهزها في الصفايه ونوضعها في العسل ونخليها واحد المده حتى تشرب العسل لازم ليها، وعاد نزولها. كنتمنى انكم تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. وهذه اخر قليه بقات عندي. شوفوا الطبقات شحال محلولين،
كنزولها من الزيت وكنوضعها في العسل ونخليها تشرب العسل مزيان، نخليها واحد الفتره. نبقى ناخذ العسل بالمعلقه ونخوي عليها من الفوق، ما نحركوهاش لان هشيشه، تيبقاو دوك الطبقات كيتقشروا من الفوق. كيف كتشوفوا الزيت جا كاينين فيها دوك شي حاجه ديال الطروفات اللي تقطعوا. المهم كنشربوها بالعسل بالمعلقه بهذا الشكل وبعد نزولوها. وهالشكل النهائي امامكم سيداتي، لكم الحكم في الاخير. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالمشاركه ووضع اعجاب باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى تشاركوني ارائكم، والى لقاء جديد ان شاء الله. مع السلامه.